الخير مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم اسبوع تداول جديد وتغطيه مباشره جديده لاسواق المال وسوق الفوركس بمع المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهري من شركه تكمل مباشره بهذه الجلسه انا يكون سويا رح نمر على ابرز العمليات والازواج الرئيسيه اللي موجوده عندنا خلينا نشوف ابرز التحركات السيناريو المفترضه السيناريوهات المفترضه اللي ممكن يكون عم نتوقعها خلال هذا الاسبوع التداول المانيا تكلمت الاسبوع الماضي نهار الجمعه عن احتمال اذا بدكم خروجه ايضا من الاتحاد الاوروبي وبعض البلبل اللي صابت او اصابت الذعر في الاتحاد الاوروبي، وبهذا الشيء طبعا ومن وراء حصول هذا الخبر شهدنا هبوط حاد لليورو لا دولار لاعاده لا مستويات تقريبا مستوى 108 و 109 هذه المستويات اللي اكثر من تقريبا سنتين ما شفناها، عم نتكلم على زوج اليورو دولار تداول قرب هذه المستويات بسنه بسنه 2017. سنه 2017 خلينا نقول انه هذا المستوى بالضبط كان 15 مايو 2017 وهذا هو المستوى اللي عم نرجع نتداول بقربه بالوقت الحالي. فطبعا شو سر خلينا نقول اعاده امتحان اليورو دولار لهذه المناطق المتدنيه وشو السر اللي معظم الاشخاص اللي شايفين اليورو دولار باتجاه عام صاعد تقنيا، خلينا نقول انه بالمثلث المائل على هبوط هذه إشارة إيجابية كثير من الأشخاص ذكروا هذا الموضوع كثير من الأشخاص ذكروا أنه اليورو دولار أصبح بمنطقة إذا بدكم جيد جدا للشراء لأنه عم بعيد إعادة امتحان خلينا نقول خط مقاومة رئاسية كان موجود عندي بالسابق فعندي كثير نقاط تقنية تمام او تكنيكال اناليسس عم نقدر نستعملها وتدعم السيناريوهات المفترضه على ارتفاع زوج اليورو دولار من المستويات الحالية طبعا كمان من في بوناتشي من اخر قاع آخر قمه كنا شفنا معظم المستثمرين قالوا انه تم تثبيت مستوى ال 61.8% اكثر من 10 مرات وابتدوا يشتروا من هذه المناطق وطبعا تم اختراقها للاسف. هلا هل الهدف الثاني هل يا ترى مستوى ال 76.4%؟ هل يا ترى ممكن اعاده امتحان خط اذا بدكم الدعم الرئيسي اللي هو كان بالسابق عندي قمه رئيسيه خلينا نقول عند ارتفاع اليورو دولار، بتلاحظوا انه هذه المقاومه اللي موجوده عندي كانت على مستوى ال صفر ثمانية 55 وال 100 صفر 60، هذه المستويات كانت جدا مهمه، فممكن اعاده امتحانها ما قبل تكمله اتجاه الصاعد، ممكن نكون سجلنا الموجة رقم واحد اللي هي ايضا تتضمن خمس موجات ارتفاع، ممكن خمس موجات الصحيه عفوا ثلاث موجات الصحيه اللي هي اي B و C آه طبعا آه يعني يدل على انتهاء الموجه رقم 2 وممكن نبتدي بموجه اندفاعيه رقم 3 لإعادة امتحان قمم شديدة مثل مستوى ال130 وال135 هلا لا. بالنسبه لنا اليورو دولار طبعا هذه المناطق بعد مناطق شراء طالما طيب نحن بعدنا محافظين فوق مستويات ال 100.108.50 فاصل... 10860 هذه المنطقه طبعا بعد ما ضمن ضغوطات وسيناريوهات ايجابيه مفترضه ممكن تكون موجوده عندنا عند اختراق هذه المستويات ما في شك انه رح نبتدي نعزز صفقات البيع على المدى الوسط للطويل وطبعا ما في جدال بهذا الموضوع لانه جميع الاشخاص والمضاربين عارفين انه اختراق هذه المنطقه ببطل عندي امل لا زوج اليورو دولار ابدا ابدا للارتفاع هلا إذا بدنا نلاحظ شوي صغيرة على رسم بياني اليومي آه، كان عندي فجوة سعرية، هل يا ترى ممكن السوق يرجع يغطيها؟ الفجوة السعرية طبعاً أنا ما بحب أخذهم بعين الإعتبار ولكن إذا بتلاحظوا بعض الشيء آه، مستوى الـ 80% بالضبط مستوى الـ 80% بالضبط هو مستوى إذا بتكون عليه فجوة سعرية بالسابق من قبل زوج اليورو دولار هذه الفجوة السعرية اللي موجودة لا تغطيتها لازم ينزل السوق يغطي 1.08 20 او 1.08 تقريبا على السوا فهذه الفجوة السعرية ممكن تكون اذا بدكم فرصة او امل لفريق الدبب ليرجعوا ينزلوا اذا بدكم باليورو دولار ويعزز صفقات البيع لاعادة امتحان هذه المستويات لتغطية الفجوة السعرية مقابل الارتفاع فبدنا ننتبه من موجة امتدادية شوي صغيرة لليورو دولار لزيارة مستوى 80% خلينا نقول بالضبط بسقب على مستوى ال 10779 او 10780 وهذا المستوى المنتظر اللي ممكن من خلاله نبتدي نعزز صفقات الشراء. بالنسبة لليو اس دي كاد قلت لكم رح نخرج منه الاسبوع الماضي، التقلبات كانت جدا مرتفعة، طبعا عم نشوف إذا بدكم دخولوا بمنطقة أفقية بامتياز، كنا شفنا اختراق لخط الدعم بشكل اذا بدكم واضح للدولار كاد وهذا الخط الدعم اللي موجود عندي بكل بساطه كان كثير قوي كان ميجر سبورت تم اذا بدكم ملامسته من 17 جولاي يعني عم نتكلم تقريبا على شهرين بالضبط شهرين تقريبا عندي نقطة 2 ثلاثة أربعة وخمسة تم اختراقها اعاد امتحانها مرة اعاد امتحانها مرة ثانية يا اما من هذه المستويات رح نبتدي بالهبوط يا اما طبعا اختراق هذه الخط اذا بدكم او خط الميل على ارتفاع فورا رح يرجع يعطيني سيناريو ايجابي هلا طبعا معظم الاشخاص عم بيقولوا لي انه هذا مثلث لا اتوقع انه ممكن يكون مثلث وطبعا بحكم اذا بدكم الموجات الزائدة ضمن هذه المرحلة الافقية لانه المثلث يتضمن خمس موجة A, B, C, D, E وبكفة اتجاه الصاعد يا أما الهابط طبعا من وراء ارتفاع معين نتوقع continuation of the trend وإنما اس دي كاد طول بهذه المنطقة الأفقية فأتوقع ممكن تكون major resistance موجودة عندي خط مقاومة رئيسية ومن هذه المستويات طبعاً ممكن نبتدي بموجة هبوط ضخمة جداً وانا ما نحن في انتظار تأكيد أو confirmation هالمرة التأكيد للدولار كاد هو اختراق الكعان السابقة اللي تم تسجيلها مثل ما لاحظتوا سجلنا قاع وقاع أعلى منه فطبعاً تأكيد أو confirmation لصفقات البيع هو اختراق هذه الكعان لتكملة اتجاه الهابط بالنسبه للباوند دولار ما في شك انه مثل اليورو دولار الباوند دولار نحن كنا مصرين على اذا بدكم بدايه موجه اندفاعيه كنا مصرين على انه مستوى ال100% في بوناتشي اللي تم تثبيته خلينا نقول على مستوى ال120 وابتدينا بهذا الارتفاع طبعا كنا عم نقول انه هذا ارتفاع اندفاعي، نحن هلا في صدد هبوطه بالموجه رقم اثنين ما قبل الموجه رقم ثلاثه، رح ضلني مصر على هذا السيناريو، رح ضلني متمكن وبتمسك بهذا السيناريو الى حين اختراق قاع مستوى ال 120 50، مستوى ال 120 50 اللي هو اخر امل الموجة رقم اثنين، اذا في حالنا نتكلم بموجه اليوت طبعا، خلينا نتكلم انه هذه الموجه الاولى وطبعا خفضنا بالموجة رقم 2 فارتفاع الموجة الأولى لهذه المستويات وهبوط الموجة رقم 2 طبعا هون عندي تتضمن خمس موجات هو ارتفاع بكل بساطة I double I, I هون عندي ارتفاع إذا بدكم الموجة الثالثة اللي هي 1 2 3 وجعنا خفضنا ب I V ومن ثم V هون عندي A B وهلأ نحن نزلين بالموجة C فطبعا الباوند دولار بعده عطيني امل ايجابي اكثر من زوج اليورو دولار، عم نلاحظ انه الباوند دولار مثل كانه عم بضوي على نقطه انه هذا القاع اللي تم تثبيته من قبل 80% في بوناتشي اكسبانشن او ريتريسمنت على رسم بين الاسبوعي من الصعب جدا اختراقه، فخلينا نقول انه هذه المستويات مستويات قريبه جدا على سيناريو ايجابي طالما نحن محافظين فوق هذا القاع، هلا اذا بدي اتكلم على المدى الوسط للطويل ما في شك انه الضغوطات من قبل المانيا على الاتحاد الاوروبي سوف تضغط بشكل سلبي ايضا على الباوند دولار لانه ما في شك انه المانيا وبريطانيا هن اكبر اقتصاد اقتصاديين اقتصادين موجودين بالاتحاد الاوروبي واليورو زون فهذا يدل على انه ممكن يكون عندي بعض الاشارات السلبيه على العملتين الرئيسيين الرئيسيتين اللي هن اليورو والباوند. اذا بدي اتكلم شوي صغيره على تغريده دونالد ترامب ممكن نتكلم شوي صغيره على التويتر اللي هو اعلن, أعلن دونالد ترامب على انه الضرائب والتريف سرح تزيد يوم بعد يوم وما في شك انه طبعا الضغوطات على دولة الصين موجودة بعدها بعد ما طبعا وصلوا الى حل او اتفاق معين فبهذه الحاله نتوقع انه ممكن يكون عندي بعض اذا بدكم الفولاتيليتي او التقلبات، هلا ما في شك انه اليوم السوق مسكر، اليوم ليبر داي، اليوم عيد العمال في الولايات المتحده والسوق مغلق، فلا نتوقع انه ممكن يكون عندي يعني طبعا تقلبات كتير على السوق ولكن المؤشرات الامريكيه شفنا انه فتح السوق على موجه هبوط او بدايه موجه هبوط فخلينا نقول انه هذه اذا بدكم بدايه اتجاه عام هابط او بدايه موجه انعكاسيه للسوق وخاصة انه المؤشرات الامريكية نحن كنا تكلمنا على الموجات التصحية شبه اذا بدكم افقية على الداو جونز وكنا قلنا انه هذه اي بي سي اي ورجعنا دخلنا بمنطقة افقية ونتوقع تكملة اتجاه الهابط هلا بالضبط من المستويات الحالية و او او ممكن نرتفع بعد قمة جديدة على رسم بين الاربع ساعات او الساعة لقمة جديدة وباستعمال في بوناتشي اكسبانشن ممكن تدعمنا اذا بدكم او تعطينا نظرية اكثر على انه ممكن السوق لوين ممكن يرتفع؟ هلا مستوى ال 100% بالضبط تم استهدافه، ما في شك انه ممكن السوق يمتد اكثر لزياره مستوى تقريبا ال 125%، ولكن انا بشك بهذا الموضوع، وانما هذه المنطقه اللي وصلنا لها واللي تم استهدافها ايضا الاسبوع الماضي، لا المنطقه باجمعها هذه اليالو بوكس، طبعا هذه اذا بدكم فرصه او امل لسيناريو سلبي وطبعا اتوقع تكملة اتجاه الهابط والضغوطات السلبية هلا خلينا نقول انه الداو جونز بده يبتدي بالهبوط هذا يدل على الدولار يان ممكن يشهد ايضا بعض الضغوطات السلبية بحكم العلاقة الايجابية ما بين الاس بي 500 والدولار استاذ مصطفى مجد أسام آه، غسان آه، بسام لؤي آه، محمود اهلا وسهلا فيكم جميعا بهذه الجلسة استاذ مصطفى رح نمر على الداكس والذهب على فريمات صغيرة يلا هلا بنشوفهم ولكن بس بدنا نوصل الفكر مع بعض على يعني اذا في حال نتوقع هبوط بالمؤشرات الامريكيه هذا يدل على هبوط بالدولار ين هذا يدل على بدايه موجه ارتفاع لسعر اونصه الذهب هلا كنا طبعا سجلنا اذا بدكم شبه ثلاث موجات الصحية لسعر اونصه الذهب يعني بفيبوناتشي اكسبانشن من اخر قمه لاخر قاع لاخر قمه الويف بي تم استهداف تقريبا مستوى ال100% في اكسبانشن هلا هذه المستويات اللي عم بيتم تثبيتها من قبل سعر أونصة الذهب مستويات جدا مهمة لأنه بالضبط هي مستوى ال بالمية في بوناتشي ريتريسمنت من الموجات التصحية الثلاث اللي هي A و وC تمام؟ فممكن أن هذه المستويات تكون مستويات أخيرة لبداية موجة صعود إنما إنما ممكن السوق يمتد أكثر لزيارة مستوى الـ 125% اللي هو على مستوى الـ 1514 ما قبل الارتفاع، فنحن هلا في اذا بدكم صدد موجه خلينا نقول شبه دقيقه على سعر أونصة الذهب وخاصة انه فتحت موجه اذا بدكم فجوه سعريه بالاتجاه الصاعد من وراء خبر دونالد ترامب وتغريده دونالد ترامب، انما نحن على رسم بين الاربع ساعات ممكن نشهد بعض الضغوطات السلبيه اكثر واكثر لسعر أونصة الذهب وخاصة انه اعادة امتحان هذه الخطوط اذا بدكم اللي هي طبعا كان عندي تم اختراق اعاده امتحانه ممكن تكون على مستوى ال1490 انا بعد مصر على انه في عندي سيناريو ايجابي لسعر اونصه الذهب هلا اذا ندخل على تايم فريم ال 15 دقيقه بنلاحظ انه باستعمال في بوناتشي من اخر قاعة لآخر قمه بالضبط على رسم بين 15 دقيقه تايم فريم صغير جدا تم استهداف مستوي ال88.2 فطبعا مع المحافظه على هذا المستوى بنكون سجلنا ثلاث موجات صحيه اي بي سي اي اي بي سي بي اي بي سي سي فنتوقع موجه صعود ل 1537 1538 ومن ثم الهبوط اذا في حال بدنا نشوف ضغوطات سلبيه ولكن هذا السيناريو بضلوا فالد او بضلوا خلينا نقول وارد طالما نحن بعدنا محافظين على هذا القاع اللي تم تثبيته بالمستويات الحاليه هلا او بالجلسه الصباحيه الساعه 10 افتتاح السوق الاوروبي بتوقيت مصر الساعة 9 لأنه ساعة لورا وإنما هذه المستويات اللي تم تثبيتها هي مستويات جدا مهمة لأخذ مع الاعتبار إذا بدكم السيناريو الإيجابي لموجة معقدة complex wave ما قبل continuation trend فخلينا نقول إنه هذه المستويات مغرية جدا لبداية موجة الصحية صاعدة لسعر سعر أونصة الذهب أما بالنسبة للجيرمان داكس المؤشر الألماني German داكس خلينا نشوف شو متوقع عليه دي اي 30 اوكي الجيرمان داكس على تايم فريم صغير من الصعب جدا انك انت تقدر تخترق اذا بدكم او تقدروا تحددوا سيناريات مفترضه هذا الرسم بين خمس دقائق على الجيرمان داكس اذا بدي اخذ خط دعم من هذه المستويات ما في شك انه في عندي نقطه دعم رئيسيه للجيرمان داكس اللي هي 1 2 3 و 4 فانا بفضل انه ما نبيع الجيرمان داكس او ندخل بصفقات بيع قبل ما يتم اختراق هذا الخط الميل على ارتفاع وانما عندي خط اصغر ما بعرف اذا انتم لاحظتوا له هذا الخط الاصغر اللي هو تم اختراقه من قبل جيرمن داكس اللي هو طبعا موجود عندي ايضا عندي هون نقطه 2 3 وتم اختراقه فبكل بساطه اختراق هذه المنطقه لجيرمن داكس ممكن شيء إعادة امتحان، إعادة امتحان راح يكون على هذه المستويات بالضبط اللي هي 11984 تقريباً أو 11990 تمام مضبوط 11,990 هذا المستوى المنتظر لسعر الجيرمن داكس في حال بدنا نفكر طبعا بالضغوطات السلبيه 11,990 ومن ثم نتوقع بدايه موجه هبوط ولكن خلينا ناخذ كونفرميشن شوي شوي او خطوه خطوه لاختراق هذه خطوط الدعم اللي موجوده عندي على الجيرمن داكس يعني طبعا اعاده امتحان هذا الخط اللي رسمناه طبعا بالضبط على مستوى 11990 نعم واذا بدي اذا بدي استعمل فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع بكون تقريبا تم استهداف او اعاده امتحان مستوى خلينا نقول 100% فيبوناتشي 990 بالضبط بكون رجع عمل 100% يعني ممكن دبل توب او قمه مزدوجه للجيرمان داكس فهذه قمه هذه قمه ثانيه اعاده امتحان وطبعا تكمل اتجاه الهابط بكون اصبح عندي دبل توب كم مزدوجه ومن ثم ممكن نبتدي بالهبوط وخاصه مع الضغوطات السلبيه اللي ممكن نشهدها او اللي توقعناها على الداو جونز والاس هلا بالنسبه لنا طبعا هذه المستويات مهمه جدا على الجيرمن داكس اعاده امتحان هذا الخط الاخضر و100% في بوناتشي رح تكون مستويات جدا مغريه لتعزيز صفقات البيع. بالنسبه للدولار يو أنتم عارفين إنه اليوان الصيني طبعًا كان ضعف أمام الدولار الأمريكي، ودونالد ترامب ما كان ممنون أبدًا على هذا الموضوع، وخاصة إنه يعني اتهم دولة الصين بتلاعب بعملتها، فطبعًا أتوقع على المدى الوسط الطويل إنه هذه المستويات اللي عم نتداول على الدولار مقابل اليوان الصيني، صحيح إنه نحن باتجاه عام صاعد، وتقنيًا ممكن يكون عندي إذا بدكم خلينا نقول تكملة اتجاه الصاعد، ولكن خلينا نقول ارتداد بسيط وضعف اليورو الدولار الامريكي مقابل اليوان الصيني وارد جدا وطبعا هذا بفضل الضغوطات من قبل دونالد ترامب على عملته لانه بده يبتدي بالكوانتيتيف ايزينج عم بيضغط على جارين باور ليخفض الفائده عم بيضغط على جارين باور باجتماع جاكسون هول على خلال نقول بعض الافكار الرئيسيه اللي هي تلقب بالمونتيري ايزينج او مونتيري بوليسي ايزينج كرمال يقدروا يخفضوا عمله الدولار الامريكي بالمراحل القادمه أن أنه هذه المناطق اللي عم نتداول بقربها هلا أو اللي ممكن نصلها تقريبا على 7.2 رح تكون ضغوطات جدا قوية للدولار مقابل اليوان لإعادة امتحان أولا الخط اللي موجود عندي اللي هو خط الدعم الرئيسي على مستوى 7.01 وإذا في حال تم اختراقه طبعا تكملة اتجاه الهابط فأنا بالنسبة لإلي رح نبتدي بموجة تصحية من المستويات الحالية وإنما ممكن ننتقل إلى موجة اندفاعية عند اختراق خط الدعم استاذ سامر صباح الخير يعني اليوم ليبر داي السوق اولموست مغلق كثير من الاشخاص بياخدوا بريك عاده على هيك عطلي طبعا ليبر داي او عيد العمال في الولايات المتحده فنتوقع انه ما في عنا اي تقلبات بالسوق ما تتوقعوا شيء مثل ما عم تشوفوا تحركات جدا بطيئه اليورو دولار عم يتداول بارضه تقريبا بحدود العشر نقاط كحد اقصى عم نشوف المؤشرات الامريكيه ايضا انخفاض ومن ثم ارتفع السوق يعني ليهدى على مستويات 26300 سعر اونصه الذهب رجع الى مستوياته المنطقيه اللي كان عم يتداول بقرب الاسبوع الماضي نهار الجمعه ما قبل افتتاح جلسه الاسيويه اليوم اليوم اللي هي دفعت سعر أونصة الذهب لتسجيل مستوى 1534 ومن ثم الهروب منها بشكل سريع دولار كندا عم نشوف ارتفاع له عم يقوى الدولار مقابل الكندي وانما هذه التحركات طفيفة جدا بالنسبة لأسواق المال وخاصة انه اليوم مغلق السوق ولكن انا حبيت انه اعمل هذه التغطية المباشرة فقط لنهيئ نفسنا على افتتاح اسبوع تداول جديد وطبعا نبتدئ اذا بدكم بسيناريات مفترضة لغدا نبتدي بالاستثمار ويكون عندي فرص جيد جدا للدخول بالعملات الرئيسية وبأسواق المال وايضا المعادن والسلع خليني ما اطول عليكم بهذه الجلسة انا بتشكر وجودكم بتمنى طبعا خلينا ندخل على مدونة او خلينا ندخل على عفوا الاجندة الاقتصادية ونشوف انه اليوم طبعا ما عنده اي شيء مهم على الشينيز يوان عندي كايكسين مانيفاكتشرنج بي ام اي هذا طبعا خبر على اليوان الصيني او الدولار يوان اللي ممكن طبعا اللي تكلمنا عليه انه ممكن نتوقع بعض التقلبات ولكن كانت الرقم اذا بدكم 6.2 ولكن شهدنا اذا بدكم ركود واذا بدكم المحافظه على نفس الارقام اللي عم بيتداول بقربها. سي اتش اف الفرنك السويسري بي ما عندي اي شيء مهم الاخبار كلها باللون الاصفر غدا سبتمبر 3 عندي على الاسترالي الدولار الكاش ريت والار بي اي ريت ستيتمنت اللي هي بتكلموا على الفائده وعلى الدولار الامريكي الاي اس ام فغدا طبعا رح نبتدي نشهد بعض التقلبات على السوق وانما جلسه اليوم كتير هاديه وكتير رايقه ممكن تستفيدوا اذا بدكم من استراتيجيه السكالبينج واذا ما عندكم فكره عن السكالبينج ممكن تدخلوا على يوتيوب بتشوفوا تسجيل جلسه السكالبينج اللي سجلناها من قبل صفحه تكمل العربيه على فيسبوك وطبعا رفعناها على يوتيوب بدي اتشكر وجودكم ومتابعتكم لنا ما تنسوا تزوروا مدونه تكمل اللي هي blog.tekmel.com وبتضغطوا على اللغه العربيه و طبعا بينقلكم على اللغه العربيه وبتشوفوا بتضغطوا على اسمي بتشوفوا ابرز الاخبار اللي موجوده اللي عم بعملها ابلود والبيانات الاقتصاديه اللي ممكن تستفيدوا منها لنتكلم شوي صغيرة عن اقتصاد ايضا العالمي لانه مثل ما لاحظتوا بسنه 2019 التاثير اذا بدكم السياسي والاقتصادي عم بيكون له دور كبير بتحركات اسواق المال او بتحركات العملات الرئيسيه والاتجاهات المفترضه انا بدي أشكركن وبتمنى لكم نهار مثمر واكثر من رائع كي معكم المحلل والمدرب المعتمد جزف ضهريه من شركه تكمل الى اللقاء